دام بيدنا قليلا في تشار في غمزة الصحة. الإشارة الإقرارية هو رفع ديانية الأميرة الوطنية تدفع تقي صحة الأم والطفل، يعني في واحد مجموعة منظومة معلوماتية، في واحد مجموعة من الإشارات كذلك اللي كتخلينا نتبعو مستوى ديال التطور في صحة الأم والطفل. الإجراء الخامس هو تعيين كشف مبكر عند الولادة والتكفل بعض الأمراض لدى الأطفال حديث الولادة. والإجراء السادس اللي حتى هو الوزارة عندها تخدم فيه هو في الاستراتيجية الوطنية للوطنية للتغذية وتقوية الأم. وبالمناسبة بالنسبة لدعم التغذية من خلال العناصر الدقيقة اللي هي مكملات بحال فيتامين أ وألف وفيتامين د وكذلك الحديد والأسيد الفوليك، هذه المكملات اللي راه الوزارة دارت مجهود كبير خلال العقد الأخير من خلال دعم الأغذية الدقيق والزيت والملح مثلا باليوغ وكما شرط هذه المكملات، وكذلك عن طريق توفير يعني 100% من المواطنين يستخدمون المكملات على مستوى مختلف الدور الوطني بشكل مجاني. إذا هذا هو هذه النقطة الثانية اللي فيها ملخص من الإجراءات اللي وضعها الوزارة. بالنسبة للنقطة الثالثة اللي غادي نخدم بها الكلمة ديالي، الصحة ديال الأم والطفل في الحقيقة كتبقى ما عندهاش واحد المتدخل، هي متشعبة والمحددات ديالها كثيرة. إذا باش نشتغلو خصنا نشتغلو على جميع المحددات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية. إذا من هنا كيخص حتى الشركاء أنه نقويو الاتفاقية ونقويو الانسان بين مختلف المتدخلين، لأن يعني صحة الطفل كاين المدرسات كاين الشارع كاين دور الشباب، كاين خص تقويه الانسان في التدخل في مجال التكفل التصوير المبكرة. وشكرا جزيلا.